السلام عليكم حنيناتي، والصلاة والسلام على رسول الله. كرحب بكم من جديد على قناتنا إبداعات نهى للنواعم، وكنتمنى تكونوا بأحسن الأحوال يا رب. اليوم إن شاء الله غادي تشوفوا معايا واحد الفيلر، اش غنقول لكم، فيلر بوتوكس، كلشي رائع جدا. بإمكانكم، لأن بما قلت فيلر بإمكانكم تستعملوا حتى على الشفاه، هو مزيان كذلك حتى للتجاعيد. باش نشرح لكم التجاعيد اللي كيكونوا بهذا المكان، بهذه البلاصه هذه، وكذلك هذوك القوسين اللي كيكونوا باينين، وديك 111 اللي كتكون هنا، وحتى التجاعيد ديال الرقبه. البنات اللي عندهم المشكله ديال تجاعيد الرقبه، فهاد الوصفه غادي تصلح لكم، لانها فعلا رائعه جدا. كنتمنى انكم تجربوها. قبل ما نمروا الى الوصفه، نحب نذكركم انكم تشتركوا على قناتنا، هاد القناه، وكذلك قناه الخاصه بالبث المباشر للاجابه على كل تساؤلاتكم. فاي سؤال كتخليوه ليا هنا بالتعليقات، كنجاوب عليه على قناه البث المباشر، وكنتمنى انكم تشاركوا فيها وتتبعوها كذلك، لانكم اكيد غادي تستافدوا معايا كما عودتكم دائما. غادي نخليها لكم مثبته باول تعليق ان شاء الله، وراني حطيت لكم حتى بعض الروتينات وبعض الافكار، كنتمنى فعلا انها تعجبكم. فغادي نحتاجوا الى زيت اللوز الحلو. زيت اللوز الحلو راه متوفر، غادي تلقاوه في البارافارماسي، غادي تلقاوه عند العطارين، يعني ما شاء الله موجود، هو مزيان بزاف للبشره، وكذلك كيحيد لينا الخطوط الرفيعه. وغادي نحتاجه الى ملكه هذه الوصفه اللي هي زريعه الكتان، او ما يسمى ببزر الكتان. بزر الكتان عنده بزاف ديال الفوائد للجسم، للشعر، للبشره، حتى الى كليتيه فهو رائع جدا، وكيعطينا واحد النوع ديال الترطيب اللي كيكون صراحه هائل، خصوصا هذا كنصح به الناس اللي عندهم البشره ديالهم جافه جدا وفيها تجاعيد وشحوب. ف كنصحكم بزريعه الكتان انكم تستعملوها كماسك، فهي جد رائعه. طبعا الطريقه غادي ناخدوها طبعا بدون تحميص، لاننا غادي نستعملوها على البشره. غادي ناخدوها وغادي نقيوها وغادي نطحنوها. فمني غادي نطحنوها غادي نحصلوا على هاد الباودر هذا. طبعا هي ما كتكونش بحال الشكل عاوتاني ديال الدقيق، ولكن هاد الطريقه هذه راها زوينه بزاف. وغادي نحتاجوا جوج ديال الحاجات، يا اما الزبادي يا اما ماء الورد. وانا صراحه كيعجبني نخلط الوصفه ديالي بماء الورد، ولكن كاينين بعض البنات اللي ماء الورد ما كيوافقهمش وكيسبب ليهم حساسيه وطفح جلدي، فخلطوا بالياغورت اللي كيكون مسوس او دانون مسوس او ما يسمى بالزبادي كذلك. فخليكم معايا باش نوريكم طريقه الاستعمال، وكذلك المده. وهذه الوصفه راه كتصلح حتى لليدين، البنات اللي عندهم المشكله ديال تجاعيد اليدين، التجاعيد المبكره، راها زوينه بزاف، وحتى راه كتصفي لكم البشره وكتحيد النقط السوداء، النقط السوداء اللي كتكون على الانف وكتكون محيطه بالفم وكتكون على الذقن. فهاد الوصفه راها زوينه بزاف، وغنوريكم كذلك واحد الحيله باخر هذا الفيديو باش الوجه ديالك دائما يبقى يشعل ويكون بلاره باذن الله. ف غادي نحيد هاد زريعه الكتان، المهم غير وريتها لكم البنات، المهم اللي ما كيعرفوهاش هي غادي تلقاوها عند العطار. غادي نجيب واحد الاناء باش نمزج فيه. غادي ناخذ ملعقه من زريعه الكتان، وغادي ناخذ ملعقه من ماء الورد. طبعا ماء الورد غنبقى نضيفه شيئا فشيئا، يعني ما غاديش نقدر نضيف كميه كبيره في البلاصه. بامكانكم كذلك باش الا بغيتوا هذه الوصفه تكون يعني عندها واحد الفائده اكثر للتبييض، يعني تولي مبيضه، نضيفوا عليها الغسول الابيض او ما يسمى بالطين الابيض كذلك، راه زوين بزاف. ولكن البنات اللي عندهم البشره ديالهم جافه راه تحسوا بلي الوجه ديالكم ناشف، ولكن ماشي مشكل. بعد ما تستعملوا هذه الوصفه ارطبوا الشعر، عفوا ارطبوا الوجه ديالكم بزيت جوز الهند كذلك. انا غادي نوضع هنايا واحد الملعقه صغيره من زيت اللوز الحلو. زيت اللوز الحلو غيعطينا واحد النضاره وواحد الترطيب عالي
جدا. هاد الوصفه كتجي بحال هكا على شكل كريمه، شوف معايا ملعقه ملعقه من كل شيء غتعطيكم هاد الكريمه، ولكن خليوها واحد 5 دقائق نورمالمون. خاصني نخلط بشي حاجه ديال الخشب ولا الملاعق اللي كنت كنستعملها صراحه ما عرفتش فين مشاو. هذه هي الوصفه، فهي رائعه رائعه جدا. غادي نخليوها واحد 5 دقائق باش لان زرعت لك التمره كتطلق، لان فيها واحد السائل هلامي رائع جدا اللي كيعطينا واحد الترطيب. فغتشوفوا معايا الطريقه ديال التطبيق ديالها على الوجه. غير هذه الوصفه هذه راه لا توضع في هذا المكان، هذا في المكان ديال الهالات، لان بعض الوصفات كنقول لكم راه عادي توضعوهم في هذا المكان. هذه الوصفه لا، لان فيها واحد الكميه كبيره ديال يعني الزيت، ماشي كبيره الا يعني قلنا ملعقه صغيره ما كبيرهش، ولكن الا غادي نحطوها هنا تعد يعني كميه كبيره، ويمكن انها تسبب لينا هذوك الجيوب اللي كيكونوا تحت العينين. شوفوا معايا بعد ما خليتها واحد شويه راني زدت ضفت ليها القليل من ماء الورد، وغنزيد مازال واحد شويه لان زرعت لك التان تلقات السائل ديالها الهلامي. بامكانكم توضعوها بحال هذه الفرشات على الوجه، او انكم توضعوها فقط غير بيديداتكم طبعا على وجه يكون نظيف. غادي نوضعوا هاد الوصفه، طبعا هذه ما تحتاجش نقول لكم من الاسفل الى الاعلى، لانها توضع بهاد الطريقه على شكل واحد الطبقه اللي كتكون سميكه نوعا ما. وانتم ركزوا لي على البلايص اللي عندكم فيهم التجاعيد، وكذلك العنق، الى عندكم العنق ديالكم مثلا مترهل ولا فيه التجاعيد راه بامكانكم تستعملوا هاد الوصفه. وصراحه هاد الوصفه زوينه، وكتبغي مثلا غتشوفوا طبعا النتيجه من اول استعمال، ولكن عرفتي البنات تداوموا عليها غير اسبوع اسبوع يوميا يوميا، عرفتوا الوجه ديالكم كي غادي يرجع يعني روعه روعه روعه. طبعا هذه حيت الوجه ديالها ديال البلاستيك ما بغاتش تلصق بالتي هي احسن، خاصني شي كولا ديال الفيران ولكن ما فيها بس باش نشرح لكم اكثر. وتكوني طبعا في حاله استرخاء، تكوني ريلاكس 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 ياكي. طبعا خصكم توضعوها على كامل الوجه. طبعا هاد بوحنيكات ما غتخلي ليا والو، فغنخلي ليا المهم هاد الشيوط وماشي مشكل، لان كنقي ليها الوجه ديالها فغنسرق لها هاد الشيء اللي في حنيكاتها وغادي تطلصو اختكم. المهم ف غادي تخليوها على الوجه لمده 20 دقيقه، ثم غادي تمشي وغتغسلي بماء فاتر مائل الى البروده. ولا متوفرة عندك صابونه القمر غادي يكون افضل طبعا، لانها فعلا كتعطي صفاء ونضاره للبشره. صافي، وغادي تنشفي الوجه ديالك. الا عندك البشره ديالك جافه فكنصحك انك ترطبي بزيت جوز الهند، طبعا اي نوع متوفر عندكم من زيت جوز الهند. ولكن كما كتعرفوا راني عطيتكم اجابه على اسئلتكم في كل الفيديوهات السابقه، وتطرقت لكم الموضوع ديال زيت جوز الهند وبزاف ديال المعلومات. غادي تلقاو الفيديو على قناتنا الخاصه بالبث المباشر، غنخليها لكم باول تعليق مثبت. اكيد غادي تستافدوا لان عطيتكم بزاف ديال يعني الافكار، وكذلك بزاف ديال الوصفات بطريقه شفويه. يعني البنات اللي ما كيبغيوش انهم يتسناو الوصفه وهكا ويخلطوها، راني عطيتكم يا البنات الصراحه بزاف ديال الافكار. وان شاء الله حتى الاسئله اللي غتخليوهم ليا بهذا الفيديو غادي نعملهم فيديو وغادي نجاوب ببث مباشر، باش حتى وحده ما تقلق مني، لان البنات كيبقى فيهم الحال كيقولوا لا ما جاوبتيناش وانا كذا وانا. وانا الصراحه راني كنحاول نجاوب كلشي، ولكن مع الكتابه راني يا البنات كنبقى منزله راسي عرفتو بالساعات ساعتين وثلاث سوايع وانا كنجاوب، وفي الاخير البنات يعني ما كنقدرش نجاوب كلشي. فقررت انني صراحه نبقى نجاوبكم هكا، والصراحه الفكره كانت من عندكم وعجبتني بزاف، فغادي نخليها لكم المهم باول تعليق مثبت ان شاء الله. وكنتمنى انكم تبارطاجيو هذا الفيديو باش الكل يستفيد معنا وتعم الفائده، لان هذه الوصفه ما تحقروهاش يا البنات، تقولوا مثلا فيها غزرعت لك التان اش غدير لينا زرعت لك التان، عرفتوا جربوها جربوها وردوا عليا الخبر. طبعا البنات اللي كانوا متابعيني شايفين هذه الانسه هذه راه اختكم، راه دارت بها درت بها الصراحه، ما عنديش باش نصاوب ليها الكحول
وصوبت لها حجبانها، ويعني صراحة قديتها. بعد اخترت راه بنادم راه كتجي، المهم كتجي هاد الحاله، ولكن الصراحه حيت بعض البنات كيقول لها مالها شاحبه مالها هكذا، ايوا بس خليوني نحلق عليها نتكسف على حالتها. كنتمنى يا رب يكون هذا الفيديو نال اعجابكم. وما تنساونيش الغزالات ديالي بشي دعوه ديال الخير، وترحموا لي على الوالده. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.